خلينا نروح لاخر خبر. يبدو ان رياح التغيير ستاتي يعني في حته الاتحادات واللجان الاولمبيه. عندنا خبر جديد، حسام مصطفى رئيس جديد للجنه البارالمبيه المصريه. طبعا الدكتوره حياه خطاب لها كل الشكر، الرئيسه السابقه عملت شغل كتير جدا وادت اللي عليها وبنشكرها، ويعني بنربط على ايديها بنقول لها هارد لك في الانتخابات، ولكن الجامعه العموميه هي سيد قرارها وقالت انا عايزه حسام مصطفى. الدكتور حسام مصطفى فاز بانتخابات اللجنه البارالمبيه المصريه، واللي اتعملت النهارده الصبح بعد منافسه قويه مع الدكتوره حياه خطاب. زي ما قلت لحضراتكم الدكتور حسام مصطفى فاز بست اصوات مقابل 3 للدكتوره حياه خطاب. اما في منصب النائب ففاز الدكتور احمد عوين بست اصوات كامله، خد اصوات كتير يعني الحقيقه من 9، وفاز عماد رمضان بمنصب امين الصندوق برصيد 5 اصوات. اما في العضويه نجح الدكتور ايهاب او كابتن ايهاب حسنين وامل مبدي واشرف العجيلي وشعبان الخطيب ومحمد يحيى، كل دول مجلس اداره اللجنه البارالمبيه الجديده. نتمنى لهم كل التوفيق. انتوا عارفين طبعا الاولمبياد بتكون في اولمبياد للاسوياء وبيبقى في شق تاني للبارالمبي، مش دايما الناس يعني عارفه الموضوع ده، لا بيكون في شق تاني للاولمبياد البارالمبيه ولا تقل اهميه ابدا عن طبعا. ومفكر حضراتكم ان مصر طبعا حققت 7 ميداليات في الدوره البارالمبيه اللي فاتت في طوكيو، وحققنا فيها 5 ميداليات فضه و2 برونز. زي ما بقول لكم حاجه مهمه البارالمبي او النشاط البارالمبي حاجه مهمه. زي ما شفتوا 9 اعضاء فقط لهم حق التصويت في اللجنه الاولمبيه، 9 اتحادات فقط بارالمبيه في مصر. يعني خليني بس اقول لكم حاجه، هتقول لي معلش انا اسف بتوقف عند حاجات، بس انا محتاج اعلي ادراك المشاهد بالامور دي اللي هي يعني مظلومه اعلاميا. 9 اصوات يعني معنى كده اللجنه الاولمبيه اللي بيصوت فيها هي الاتحادات. فاللجنه البارالمبيه المصريه 9 اصوات، يعني انت بتتكلم في 9 او 10 اصوات 10 اتحادات بارالمبيه وهو عدد قليل. هتقول لي يا كابتن دي انتخابات سهله قوي، ده 10 اصوات، ده احنا الجمعيه العموميه مثلا في النادي الاهلي نقول 40,000 35,000 بيجي عدد يا كابتن دي اسهل. لا، لما بيبقى عدد الاصوات قليل كلما قلت عدد الاصوات كلما كانت الانتخابات شرسه جدا. اسمعوا مني انا بقول لكم والله العظيم حقائق. ليه؟ انت دلوقتي هتبقى عارف بيرسونال الناس اللي طالعه، عارف ده وده وده وده. ممكن هيثم ما بيحبش احد المرشحين، مش هتقدر ابدا تستميله ناحيتك، انا شايف ان انا مش مقتنع بيه. تخيل بقى انت لو في صوتين من دول راحوا منك ولا 3، انت فقدت ربع او تلت الجمال او ميه. انتوا متخيلين يا جماعه؟ طب هتقولي الانديه ما... لا الانديه او بيبقى اعداد كبيره فهي سمعه. انا جاي النهارده انتخب قايمه، فخلاص انا جاي اخد القايمه بكلها، ممكن يكون في القايمه احد الاعضاء مش قوي انتخابيا، ولكن القائمه كلها بتحظى بثقه الجمال او ميه عشان راس القائمه او عشان عضوين 3 الجمال او ميه بتحبهم فخدت القايمه كلها. انما في الاتحادات في الانديه في اللجنه الاولمبيه الامر مختلف. اللجنه الاولمبيه المصريه الاعداد مختلف، على ما اتذكر هم 28 اتحاد، على ما اتذكر هم 28 اتحاد في انتخابات اللجنه الاولمبيه المصريه، عدد كبير. طيب انتخابات بقى البارالمبي اشرس ولا الاتحادات ولا اللجنه الاولمبيه المصريه اشرس؟ لا البارالمبي اشرس لان عدد اقل. طيب احنا كمان عشان نتكلم على انتخابات البارالمبيه اللي حصلت معانا الكابتن ايهاب حسنين عضو مجلس اداره اللجنه البارالمبيه الجديد، الف مبروك يا كابتن ايهاب. الله يبارك في حضرتك، وطبعا بشكركم على التغطيه، وطبعا اللجنه البارالمبيه جزء من الرياضه المصريه عموما، يعني جزء كبير يا كابتن، جزء كبير طبعا. خاصه في سياسه الدوله المصريه الحاليه وهو الاهتمام بذوي القدرات الخاصه واصحاب الهمم، فطبعا النهارده دوركم كبير يا كابتن. هو فعلا اولا انا الحمد لله احنا بنشكر الجمعيه العموميه اللي كانوا متواجدين النهارده واللي ادونا ثقه في النجاح للفتره القادمه، وبشكر طبعا مجلس الاداره السابق بقياده الدكتوره حياه خطاب، وطبعا بهني زملائي بقياده الدكتور حسام الدين مصطفى طبعا الجديد رئيس مجلس الاداره الجديد، والدكتور احمد عوين على فكره الدكتور احمد عوين رئيس الاتحاد الافريقي وعضو الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المكفوفين ده المنصب النائب ما شاء الله، والكابتن عماد رمضان لاعب بارالمبي سابق وكان
عضو في الاتحاد الافريقي للكره الطائره ولاعب بارالمبي، شارك 2 بارالمبيات في اولمبياد سول وبرشلونه. والحمد لله طبعا كانت متواجده بالنسبه في الاعضاء، فاز 5. المهندسه امل مبدا رئيسه الاتحاد طبعا الذهني وعضو رئيس الاتحاد الافريقي وعضو الاتحاد الدولي، وهي اللي صاحبه فكره قادرون باختلاف اللي سياده الرئيس بيحضرها دايما. والعبد لله ايهاب حسنين عضو مجلس اداره، عضو الاتحاد الدولي للكره الطائره ورئيس الاتحاد الافريقي ما شاء الله. ومعانا طبعا ولاعب بارالمبي سابق في اولمبياد سول وبرشلونه، الكابتن شعبان الخطيب لاعب بارالمبي وجايب على 3 ميداليات وحصل على وسام الجمهوريه في العاب القوى. طبعا الدكتور اشرف العجيلي طبعا استاذ دكتور في كليه التربيه الرياضيه وكان نائب رئيس مجلس اداره الاتحاد الذهني سابقا. وطبعا الصحفي محمد يحيى يوسف موجود. احنا لما حبينا نختار القائمه حبينا نمكن ذوي الاعاقه، فتلاقي كان في موجود اكثر من ممثل لذوي الاعاقه، المهيئ اللاعب السابق واللي عنده خبره وبيبقى مؤهل للقياده. فده كان من ضمن اختيارنا. دكتور حسام الدين مصطفى اصلا رئيس الاتحاد الحالي ده كان قبل كده رئيس اللجنه البارالمبيه المصريه في اولمبياد 2012 في لندن، وكان اكثر من 10 سنوات سكرتير عام اتحاد اللجنه البارالمبيه المصريه، وكان مصنف وخبير دولي التصنيف قبل ما كان قعد فتره كده سافر الخارج الخليج ورجع، وان شاء الله يقود المسيره مسيره اللجنه البارالمبيه القادمه في الفتره القادمه ان شاء الله. ما شاء الله يا كابتن، وعايز اقول اللي ما شاء الله يعني بشكرك قامات كبيره حضرتك عرفتنا بيها وعرفت الساده المشاهدين قامات كبيره، حاجه مشرفه جدا وواجهه مشرفه لمصر وللرياضه المصريه، ولكن يعني الجمهور الرياضي ينتظر الكثير من حضراتكم، يعني اكيد عندكم خطه يعني هتعملوا عليها وتطبيقها خاصه مع الاتحادات عشان باريس 2024، رؤيتكم ايه يا كابتن؟ هو اولا يعني احنا حظنا ان هي كلها 2.5 سنين، يعني ده صحيح يعني يعني وقت ضيق. وبعدين كمان احنا خدنا تركه في بعض الالعاب يعني بعد ما رجعنا من طوكيو على طول بشهر، كان في عندنا بطوله افريقيا لرفع الاثقال، بطوله عالم في رفع الاثقال، كل اللي هيشارك فيها هو اللي هيروح باريس، اللي مش هيشارك مش هيروح باريس. تخيل حضرتك ازاي يعني جايين. لا ازاي يا كابتن، تخيل بقى حضرتك في الاتحاد الافريقي الاتحاد الدولي، كان طبعا لولا الكورونا كان 2 سنين دوره اولمبيه وبعديها ب2 سنين بطوله عالم. ايوه فطبعا ال2 سنين الاول الفرق اللي ما بين طوكيو وبين بطوله العالم اللي كانت في جورجيا، ال2 سنين دي بقت سنه. حلو. خلصنا الدوره الافريقيه في شهر خلصنا طوكيو في شهر 8 اللي فات او 9. نعم. شهر 11 كانت في بطوله عالم مؤهله لباريس 2024، اللي مش هيشارك فيها مش مسافر باريس 24. ايه ده طب ازاي ده لسه بدري؟ هي ان النظام كده، هنا رفع الاثقال بيقول لك ايه، انك لازم على الاقل تشكل تشارك في بطولتين عالم قبل ما تروح الدوره البارالمبيه. الوقت ضيق. بطوله افريقيه وبطوله افريقيه، فالبطولتين العالم مش هيقدروا ياجلوها، فعملوها كانت اوريدي كان في ميعادها، لان لو كانت طوكيو اتعملت في ميعادها 2020 كان هيبقى في وقت، كان في وقت. فهو ده اللي سبب اللي اتخطفنا في رفع الاثقال. بس خليني اقول لك يا كابتن، ما عليك وعلى كل الدول. ايوه علينا وعلى كل الدول. يعني معلش ده تحدي مش على مصر بس. لا هو احنا كنا في رفع الاثقال بالذات لسه كنا هنجيب صف تاني عشان معدل اعمارنا وصل ل 45 و49 سنه. نعم. فهو ده الايه اللي، لكن ربنا يوفق في المجموعه اللي معانا، وان شاء الله هيبقى بنحاول. هو ممكن يديك استثناء حاجه واحده، لو خلال ال2 سنين دول جبت بطل
يجيب لك ميداليه ممكن يدخله لك عن طريق الوايت كارد. الوايت كارد. نعم. فهو ده بالنسبه ل يا رب يا رب يا كابتن. طب بالنسبه للكره الطائره جلوس وحضرتك طبعا يعني ما انا لسه هكلم حضرتك بقى. ما ينفعش يعني ما اتكلمش وحضرتك معايا. ما انا همسك لك لعبه اتفضل يا كابتن. الكره الطائره جلوس ان شاء الله عندنا بطوله عالم في شهر 5 الجاي. تمام. الاول هيروح على ريو دي جانيرو على طول. لا بعديها لا ريو دي جانيرو لا هيروح على باريس. هيروح على على باريس. انت هترجعنا لورا يا كابتن ولا هرجعنا لورا. هيروح على باريس على طول. تمام. بعديها يبقى في بطوله افريقيا هتتعمل مؤهله لباريس. يعني تمام. مصر الحمد لله عاده بقى لها اكتر من 15 سنه بتاخد مركز اول في افريقيا، لان في فرق كبير بيننا وبين المستويات الافريقيه. اي نعم هم بيعلوا واحنا برضو بنعلي معاهم. بس احنا كده حاجزين ان شاء الله يعني البطوله دي او دي احنا ممكن نتاهل منها ان شاء الله. وفرصنا اقوى في افريقيا. ما افريقيا اول، لو ما تاهلناش اول في بطوله العالم اللي هتبقى في الصين في شهر 5 هيبقى بعديها ان شاء الله افريقيا مؤهله لبطوله ممتاز بطوله اللي هي ان شاء الله باريس. بطوله يعني نتاهل من افريقيا على باريس ان شاء الله. فين يا كابتن بطوله افريقيا دي للطائره جلوس؟ دلوقتي انا الحمد لله من شهرين بقيت رئيس الاتحاد الافريقي. دي طبعا لازم تجيبها مصر يا كابتن. فان شاء الله هنحاول نجيبها في مصر. هو ده الكلام. احتفاليه ان شاء الله كده، وبقى قناتكم بقى الجميله تغطي بقى الاحداث يا فندم. احنا تحت امر منتخبات مصر. طبعا. احنا تحت امر منتخبات مصر، وده هو الاسم الاعظم والشرف الكبير. كمان لا ده في كمان ده في كمان اتحاد دلوقتي هيعمل شغل جامد جدا في اتحاد التايكوندو. اتحاد التايكوندو لسه كان عندنا لسه كان جايب طبعا كان اول سنه يشارك في الدورات البارالمبيه في طوكيو. تمام. جاب ميداليه عن طريق محمد الزيات، وبصراحه اتحاد التايكوندو برئاسه الاستاذ محمد او مستشار محمد مصطفى عاملين شغل وعاملين صف تاني وعاملين شغل جديد جدا. لسه راجعين من النيجر في بطوله افريقيا جايبين ميداليات، ومن بطوله عربيه حتى معالي الوزير لسه مكرمهم من 3 ايام. فان شاء الله هتبقى في ميداليه مضمونه ان شاء الله في التايكوندو. يا رب. لا ده احنا عايزين اكتر من ميداليه. لا ده بقول لك على الاقل ميداليه مضمونه. لا وفي اكتر من اتحاد، وسياسه الاتحاد الدولي ان شاء الله اشهار اتحادات زي اتحادات كره السله الفتره الجايه هيبقى فيه ان شاء الله. خدنا بطوله افريقيا في كره السله، وخدنا خصوصا بقى ان احنا بطوله افريقيا، وبنحاول ان شاء الله ان رجال الاعمال وازاي ان شاء الله كالاتحاد هنحاول نجيب نغير الكراسي المتحركه، لان تخيل حضرتك الكرسي المتحرك. طب سؤال يا كابتن معلش، كره السله جلوس اتحاد مشهر؟ لا هو ده بقى كويس بقى. خلينا مع حضرتك سله بقى، لازم تتكلم تخش موضوع السله معانا. موضوع الاتحاد المشهر ده ان شاء الله خلال بعد ما نمسك احنا خلال الفترة الجاية دي شهرين أو حاجة هنعمل جمعية عمومية لإشهار اتحاد سلة. ممتاز يا كابتن، ممتاز، ده خبر يسعدنا جدا وحاجة حصر لينا. لا لأن على فكرة لأن ده مش قرار إيهاب، لا ده الأي بي سي أو الاتحاد اللجنة البارالمبية الدولية قالت دلوقتي كل الاتحادات كل الألعاب اللي عندها اتحادات دولية لازم تشهر. لا ده احنا بص يا كابتن، لا ده احنا عايزين حلقة بقى يا كابتن، استعد إن شاء الله وسخن كده. عايزين حضرتك تيجي معانا حلقه عشان نتناول كل الكلام ده طبعا. وبشكر حضرتك شكرا جزيلا.